تماما رويدة. الجيش الإسرائيلي كما ذكرت في مقدمة الخبر أعلن عن مقتل ضابط إسرائيلي برتبة رفيعة في الجيش، برتبة رقيب داخل الجيش الإسرائيلي جراء مواجهات. لم يحدد مكان هذه المواجهات، لكن مصادر التلفزيون العربي تتحدث عن أنه قتل في اشتباكات شرقي مدينة غزة وليس على المحور الشمالي. بعد الضربات التي تعرض لها الجيش الإسرائيلي على المحور الشمالي خلال الأيام الأولى من الاجتياح البري، انتقل للتركيز بالأمس على المحور الشرقي، لكن يبدو أيضا أن هناك عمليات المقاومة كانت ضارية. حتى الآن نعرف عن مقتل ضابط إسرائيلي رفيع الذي تحدثنا عنه منذ قليل، بالإضافة إلى إصابة آخرين. الأعداد التي يتم الحديث عنها هي أعداد كبيرة من المصابين الإسرائيليين، لكن الرقابة العسكرية الإسرائيلية تمنع نشر أي أرقام رسمية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، بالتالي لا يمكن التأكد من الشائعات أي الأرقام هي شائعات أو أرقام حقيقية يتكتم عليها الجيش. اللافت اليوم هو عودة السخونة إلى المحور الشمالي، تحديدا المحور الشمالي الشرقي لقطاع غزة. نرى قصفا إسرائيليا على أطراف بيت حانون الفلسطينية، بالإضافة إلى اشتباكات تجري في تلك المنطقة، اشتباكات تكون أحيانا بالأسلحة الرشاشة الخفيفة في إشارة إلى ضراوة الاشتباكات الفلسطينية. جيش الاحتلال لا ينشر أي تفاصيل تتعلق بأماكن الاشتباكات أو بنوعية الاشتباكات التي تدور، لكن ما نسمعه من هنا نسمع قصف مدفعي، نسمع أصوات انفجارات قادمة من تفجير ألغام ومن صواريخ مضادة للدروع تطلق تجاه المركبات الإسرائيلية، نسمع غارات إسرائيلية من الجو، ونسمع كذلك قصفا مدفعيا وقصفا من الدبابات. كل هذا بطبيعة الحال ليس في وقت متزامن، إنما طوال الوقت نسمع أصوات مختلفة، بالإضافة إلى تحليق مستمر لطائرات سلاح الجو الإسرائيلي فوق هذه المناطق. الاشتباكات عادت في هذه المناطق لتكون ضارية بشكل كبير جدا. إسرائيل قدمت خسائر كبيرة خلال الأيام الماضية، تحديدا الأيام الثلاثة الأخيرة، مع مقتل 18 جنديا من جنودها في قطاع غزة بحسب الأرقام الرسمية، بالإضافة إلى إصابة نحو 20 جنديا إسرائيليا معظمهم بجراح خطيرة، هذه وفق الأعداد التي أعلنها الجيش الإسرائيلي. أما الأعداد الأخرى التي يتم تداولها في مجموعات الإسرائيليين فهي أكبر بكثير ولا يمكن التأكد من صحتها.